ضم وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد تيموثي ليندر كينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان ودفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. زارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم.